السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الأولى من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام لمدة 3 أيام. مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض يعلن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة. وبدعوة من المملكة، قمة إسلامية استثنائية الأحد المقبل في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة. بأحكام تصل ل 25 عاما، النيابة العامة توقف تشكيلا عصابيا من 5 أشخاص امتهنوا السرقة. وتشاهدون في نشرتنا أيضا، المركز الوطني للأرصاد ينبه باستمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة، والدفاع المدني يدعو لاتباع التعليمات حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام والذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة. ويهدف المؤتمر الذي يستمر ل3 أيام إلى تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوق المرأة في الإسلام. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة. هذا ويضم المؤتمر 5 جلسات عمل لمناقشة مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام ومختلف القضايا المعاصرة. أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني. وستكون الهيئة الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض من خلال المركز، حيث سيوجد المركز بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد. ويتمتع مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض باستقلال مالي وإداري، إذ يعمل المركز على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في الرياض. وللحديث حول ذلك ينضم إلينا الدكتور إحسان أبو حليقة، مؤسس مركز جواثة الاستشاري. مساء الخير دكتور إحسان وأهلا بك. اهتمام كبير من سمو ولي العهد بالتنمية وتنمية اقتصاديات المدن، كيف تقرأ هذا الإنشاء؟ بالتأكيد هذا يتضح في العديد من المبادرات المهمة التي أطلقت يعني في كافة أنحاء المملكة، رعاية لمدنها الكبيرة كذلك، ومنها بالتأكيد العاصمة الرياض التي يعني نشهد فيها حراكا اقتصاديا كبيرا واستقطابا مهما للعديد من الشركات من خلال المبادرات التي اتخذتها الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض برئاسة سمو ولي العهد يحفظه الله. نعم دكتور إحسان، يعني هذا الاهتمام الكبير بمدينة الرياض وهذه الرحلة التحول التي تشهدها مدينة الرياض، إنشاء هذا المركز كيف سيحول الرياض إلى مركز لجعلها وجهة استثمارية عالمية وأيضا وجهة للشركات العالمية الكبرى؟ بالتأكيد هناك استراتيجية طموحة لمدينة الرياض تستهدف الوصول بعدد سكان المدينة إلى في العام 2030 بين 15 إلى 20 مليون، وكذلك أن تصبح الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم. كل هذا يتطلب يعني حراكا اقتصاديا كبيرا وتمكين لتدفق الاستثمارات. هناك العديد من المبادرات، وإنشاء هذا المركز يصب في ذات الخانة، إذ المطلوب التحرك بالتوازي في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية. هذا المركز سيزيل
العقبات من أمام المستثمرين من خلال إنشاء مدن اقتصادية خاصة. طبعا كما نعلم جميعا أن المدن الاقتصادية الخاصة يعني يكون تتمتع بوضع يسمح لها بتلقي الحوافز والإعفاءات في سبيل زيادة النشاط الاقتصادي. ولنتذكر كذلك أن يعني المدن الاقتصادية الخاصة كان لها تأثير على اقتصاديات تأثير كبير على العديد من الاقتصاديات الناجحة في العالم، وفي مقدمتها بالتأكيد الصين. استطاعت هذه المدن في تلك الآونة في الصين أن يعني تنجز معجزة اقتصادية حقيقية. ومن هذا المنطلق يعني علينا التأكيد أن كذلك يعني هذا المركز يهتم بالأنشطة الاقتصادية كافة، باعتبار أن المطلوب في من خلال استراتيجية مدينة الرياض وطموحها تحقيق يعني قفزة في القطاع الصناعي، قفزة في القطاع المالي، وهكذا بقية القطاعات. وهذا يستدعي إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن الحدود الجغرافية لمدينة الرياض. نعم دكتور إحسان، نحن نعلم أن الشركات العالمية الكبرى دائما ما تهتم بالتنظيمات والتشريعات وأيضا التسهيلات في المناطق التي تستهدفها اقتصاديا. إنشاء مثل هذا المركز كيف سيسهم في تسهيل هذه الإجراءات وأيضا التنظيمات لاستقطاب مثل هذه الشركات الكبرى في مدينة الرياض؟ بالتأكيد سيسهم كثيرا، والسبب أن يعني إنشاء هذا المركز خطوة إضافية للتسهيلات التي تقدمها الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال نظامها الذي منحها العديد من الصلاحيات لاستقطاب المستثمرين ولحفز اقتصاد المدينة. المناطق الاقتصادية الخاصة يعني لها تنظيمات أكثر مرونة بما يسهل يعني دخول البضائع، الترخيص للخدمات، أن يكون نقاط استقطاب. يعني الخدمات المالية كما نجد في العديد من يعني عالميا وفي منطقة الخليج العربي أن هناك مناطق اقتصادية خاصة منحت لبعضها وحققت الكثير من النجاحات. هذا مثال واحد في القطاع المالي، وكذلك في القطاعات الأخرى. يعني نلاحظ يعني في بعض المدن أن استطاعت أن تحقق استقطابا لنشاط معين سواء كان مالي أو صناعي أو لوجستي من خلال أو لاستقطاب التقنية من خلال هذه التنظيمات التي بالفعل تمنح مرونة أكثر، وبناء عليه يأتي المستثمر الأجنبي ويعمل بدون أي عوائق في سبيل أن يضيف للاقتصاد السعودي قيمة، وكذلك أن يضيف فرص عمل ويعزز الناتج المحلي الإجمالي. نعم دكتور إحسان، مثل إنشاء هذا المركز وأيضا استقطاب هذه الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية وبالأخص في مدينة الرياض العاصمة، كيف سيسهم مثل هذا المشروع في خلق وظائف وهو ما يهم شباب المملكة العربية السعودية واستقطابهم في مثل هذه المشاريع الاقتصادية الكبرى؟ بالتأكيد هذا أحد المحاور الرئيسية، يعني من المزايا الكبرى. والهدف ليس مجرد استقطاب الشركات، ولكن الهدف أن يحقق الاقتصاد السعودي منافع. في مقدمة هذه المنافع توليد فرص عمل للسعوديين، وبما يساعد على تطويرهم كذلك. يعني عندما تأتي الشركات الأجنبية بخبرتها في مجالات عدة بما في ذلك خبرائها، سيؤدي هذا إلى تطوير الشباب السعودي بما يمكنه من تسنم المناصب واكتساب خبرة وإدارة وإنشاء أعمال وإدارة شركات. فبالتأكيد هذا من يعني المعطيات الرئيسية والمبررات الرئيسية لمثل هذا الحرص على استقطاب الاستثمارات سواء كانت المحلية أو الأجنبية. علينا أن نذكر بهذا السؤال، يعني من خلال سؤالك هذا، أن هناك أحد المبادرات الرئيسية للهيئة الملكية لمدينة الرياض واستقطاب المقرات العالمية، وحققت نجاحا بأن تمكنت من استقطاب عشرات الشركات الأجنبية التي أبدت
رغبة يعني في الانتقال للمملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يعني أوجدتها رؤية المملكة 2030، وكذلك الاستفادة من وضع الاقتصاد السعودي إقليميا وعالميا وما يمنحه من أفق لتلك الشركات وللاقتصاد السعودي بالأخص. نعم، إذن الدكتور إحسان أبو حليقة مؤسس مركز جواثة الاستشارية، شكرا جزيلا لك. أطلقت وزارة الخارجية المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال إلكترونيا لتشمل باقي دول العالم. وأشارت الخارجية إلى أن طريقة الحصول على الخدمة بالتقدم بطلب التأشيرة زيارة أعمال مستثمر زائر عبر المنصة الموحدة للتأشيرات بخطوات إلكترونية ميسرة، مضيفة أن معالجة الطلب وإصدار التأشيرة تتم بشكل فوري وإرسالها للمستثمر عبر البريد الإلكتروني. يواصل منتدى الطائف للاستثمار أعماله لليوم الثاني وسط مشاركة دولية واسعة، حيث شهد المنتدى توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال في أكثر من 27 مشروعا. تفاصيل المنتدى في يومه الثاني بالطائف مع مراسلنا من هناك الزميل محمد الثقفي. مساء الخير محمد. إذن اليوم الثاني للمنتدى ومنتدى الطائف للاستثمار، في اليوم الأول كما تابعنا يوم أمس إعلان عن صفقات واستثمارات وأيضا اتفاقيات تجاوزت قيمتها 11 مليار ريال، أطلعنا أكثر على أبرز ما تم في اليوم الثاني من منتدى الطائف للاستثمار. أهلا بك زميلي أحمد، مساءك ومساء السادة المشاهدين بخير. على وقع الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الطائف وتحديدا هذا الموقع من منطقة الهدى التي تتوالى فيه أعمال منتدى الطائف للاستثمار في يومه الثاني وسط حضور كبير من المستثمرين والمهتمين أيضا للشأن الاستثماري في مدينة الطائف. نتحدث عن مساء أمس واليوم حيث شهدت توقيع اتفاقيات وأيضا جلسات شملت مواضيع مختلفة، على سبيل المثال توقيع اتفاقيات لتطوير منتجعات بمنطقة الشفا والهدى، أيضا انتهاء من صالة مطار الطائف خلال هذا العام والتي تم الإعلان عنها لتستوعب 500 ألف مسافر سنويا، وأيضا لتكون حصتها من استقبال الحجاج من 10% إلى 15%. أيضا تم الإعلان عن مدينة الخيال العلمي باستثمار يقدر بخمسة مليارات دولار بمدينة الطائف، مما سيوفر 5000 وظيفة. أيضا مركز المعلومات المساند مع كبرى الشركات العالمية للاتصالات باستثمار يبلغ 100 مليارين ريال سعودي بوظائف نوعية. اليوم بالفعل عقدت الجلسات التي تحدثت عن الاستثمار في الريادة التقنية وأيضا في جودة الحياة وأنسنة المدن وأيضا الاستثمار في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاستثمارات والاتفاقيات. أيضا شهد هذا المنتدى حضور السفيرين الصيني والكوري، مما يؤكد على دعم المستثمرين في هاتين الدولتين على المضي قدما في الاستثمار في الطائف وأيضا الوقوف على كل مقومات الطائف الاستثمارية. الأستاذ والمهندس هاني القاضي وهو مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والذي سيكون معنا أيضا متحدثا في هذا اللقاء لأيضا إبراز جوانب الاستثمار الزراعية في محافظة الطائف تحديدا وأبرز مقومة نجاحها. يعطيك العافية مهندس هاني، سعداء بتواجدك معنا. نحن أسعد، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر الإخبارية دائما على تواجدها، أخبار السعودية عفوا، وأشكرها كشريك نجاح للإعلان عن فعاليات الطائف دائما. كما يعلم الجميع أنه سعدنا أمس وسعدت محافظة الطائف أمس بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظة الطائف لمنتدى الطائف للاستثمار كأول منتدى على نوعه في محافظة الطائف. الهدف من هذا المنتدى هو إبراز المقومات الاستثمارية التي تفتخر بها الطائف وللشركات الاستثمارية سواء المحلية والدولية، وهذا الحراك الحمد لله نتج عنه كثير من توقيعات الاستثمار ومذكرات التفاهم. فيما يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة،
عمدنا على إظهار الميزة النسبية للطائف الزراعية، منتجات الطائف الزراعية، وأيضا الصناعات التحويلية التي تنتج من هذه المنتجات الزراعية. طبعا هذه المنتجات ذات قيمة عالية جدا، والشركات المستثمرين من خاصة من خارج المملكة بحثوا فيها و يعني يرغبوا بشدة في الاستثمار في هذه الصناعات. وعليها اليوم تم توقيع مذكرة تفاهم مع المركز التنسيق المالي مع مجموعة من منتجي وصناع الورد الطائفي. كما معروف أن الطائف مدينة الورد، فإن شاء الله هذه المذكرة تعمل على إنشاء شركة الورد السعودي بأمر الله. مهندس هاني، يعني الطائف الورد واللوز وأيضا الفواكه بمجملها ما شاء الله طوال السنة تقريبا، وهي تنتج الفواكه والخضروات، كيف وجدتم اليوم المستثمر ورغبته وأيضا فهمه لطبيعة الطائف الزراعية والإقبال على أن يكون له استثمار في هذه في هذا المجال؟ طبعا كان دورنا نحن كمكتب لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع محافظة الطائف والمركز التنسيق المالي من أكثر من 6 شهور حراك كبير، استقبلنا فيها عشرات الوفود من أكثر من دولة، من أكبرها الصين وكوريا وإيطاليا وفرنسا. أطلعناهم على المقومات اللي يعني تفتخر بها الطائف من منتجات زراعية ومن المنتجات الثانوية المضافة لها والصناعات التحويلية. نتكلم مثلا كمثال الورد الطائفي، أحد الشركات الكورية بحثت في المنتجات المضافة للورد الطائفي ووجدت فيها استثمار جدا كبير. أيضا بذور التين الشوكي استثمار جدا واعد، غير الزراعة الذكية والمنتجعات الريفية والزراعة الريفية. هذا كل الحراك كان له أثر كبير في توقيع الاتفاقيات والشراكات والمذكرات التفاهم اللي تمت هذا أمس واليوم. أيضا لكم جلسة، وبصفتك كمتحدث ماذا ستقدم في هذه الجلسة وأيضا أبرز المحاور التي تبرز الثقل والأهمية في المجال الزراعي؟ الجلسة إن شاء الله غدا الصباح الساعة 10 حتكون عن الورد الطائفي ومستقبله إن شاء الله. نبرز في هذه الجلسة ما قدمته وزارة البيئة والمياه والزراعة من دعوم لمنتجي الورد كأحد مستهدفات الوزارة، كأحد الميزة النسبية التي تمتاز بها محافظة الطائف بعد دراسات التركيبة المحصولية. أيضا نناقش الصناعات التحويلية وتطوير المنتجات. يعني فوجئنا بأنه نحن مركزين في الورد على زيت الورد والماء الورد، بما اتضح لنا أنه هناك أكثر من 160 منتج ممكن يخرج من الورد ومن الصناعات التحويلية. يدخل فيها صناعات الأدوية، يدخل فيها المنتجات التجميلية، فهذا نوع من أنواع الحلقة اللي تكون غدا إن شاء الله في تبيان أهمية صناعة الورد مستقبل إن شاء الله. كل الشكر لجهودكم مهندس قاضي هاني، يعطيك العافية. الشكر لكم أيضا. شكرا، عفوا. إذا زميلي أحمد، يعني هذا جانب، ولعل الطائف يعني عرفت بجناحين كسياحيا وزراعيا، إلا أن الفرص الواعدة في مدينة الطائف ومنها التعدين اليوم وأيضا مدن الفضاء العلمي وأيضا الاتصالات وتقنية المعلومات، كل هذه المجالات الواعدة فعلا التي ستضيف للطائف وستضيف للمستثمر ولأهالي الطائف على حد سواء انتقالة كبيرة جدا. نتكلم عن 113 وفد تقريبا في هذا المنتدى، مشارك من مختلف دول العالم. أيضا التفاعل من خلال الجلسات وأيضا الأجنحة المشاركة لهذا المنتدى من خلال طرح الفرص الاستثمارية عقاريا وصحيا وتعليميا وكافة هذه القطاعات التي ستضيف بلا شك للطائف رونق وألق يستحقه. محمد مراسل أخبار السعودية من مدينة الطائف محمد الثقفي، شكرا جزيلا لك وأيضا لضيفك الكريم.
تنظم هيئة العقار اليوم النسخة الأولى من مؤتمر بروبتك السعودية الذي يستمر ليومين في العاصمة الرياض، ويحظى المؤتمر بمشاركة أكثر من 25 متحدثا يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويصاحبه معرض تقني عقاري بمشاركة شركات ومنصات عقارية وتقنية محلية ودولية. تستعد المملكة للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي الذي ينطلق في مدينة لندن خلال الفترة من 6 حتى 9 من نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 75 شريكا وعدد من الوزارات والهيئات بحضور يجمع أهم سلاسل الفنادق العالمية وشركات الطيران وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية، إضافة إلى عدد من شركاء منصة نسك بزيادة تعادل 48% مقارنة بالمشاركة السابقة. الحدث يبرز أهم الوجهات السياحية مثل العلا والدرعية والسودة وجدة التاريخية. تنظم جامعة الملك سعود غدا المؤتمر الدولي الرابع عام الشعر العربي 2023 تحت عنوان أصالة الإرث وعالمية الأثر، تثمينا لقيمة المنجز الشعري. ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في دراسة الشعر العربي في ظل الرهانات المعاصرة، وسيبرز المكون الحضاري والشعري في تاريخ الجزيرة العربية كاشفا عن الإمكانات الاستعمارية للشعر ودوره الفاعل في السياحة الثقافية، بالإضافة إلى تنمية الملامح الحداثية والعالمية للمنجز الشعري. تنطلق في الرياض الخميس المقبل أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بمشاركة نخبة من المسؤولين من المملكة والدول العربية والأفريقية وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الإفريقية والسعودية. نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد على منطقتي الرياض ومكة المكرمة التي تستمر حتى اليوم الاثنين. كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من هطول أمطار رعدية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان. ومباشرة من منطقة عسير، حيث ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله العبيد ليطلعنا على حالة الطقس هناك. مساء الخير عبد الله وأهلا بك، انقل لنا حالة الطقس في المنطقة وأيضا ما تشهده هذه الأيام من حالة مطرية مستمرة. أهلا بك أحمد. صحيح، أنا تواجد في مدينة أبها تحديدا للحديث عن الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة منذ عدة أيام. ما زالت الحالة المطرية مستمرة على مدينة أبها والمحافظات القريبة منها كمحافظة خميس مشيط وصولا إلى محافظة سرات عبيدة وظهر الجنوب واحد رفيدة وأيضا النماص وتنومة وأيضا في تهائم منطقة عسير محايل عسير وبارق والمجاردة والربوعة والفرشة. حقيقة منطقة عسير تشهد منذ عدة أيام حالة مطرية مستمرة تشهدها بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأيضا تدني في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية. كما نشاهد اليوم منذ ساعات الصباح الأولى كانت السماء ملبدة بالغيوم، ما زالت حتى هذه اللحظة. فرصة أيضا هطول الأمطار ما زالت مستمرة على مدينة أبها. نشاهد الآن هطول رذاذ بسيطة على مدينة أبها، متوقع أن تبدأ الحالة المطرية بعد مغرب هذا اليوم إن شاء الله على مدينة أبها وضواحيها. نتحدث أيضا عن الجاهزية التي استعدت بها القطاعات الحكومية ذات العلاقة من خلال أمانة المنطقة بتجهيز العديد من الموارد البشرية وكذلك المعدات والطاقة الاستيعابية حقيقة لمتابعة الأحياء والشوارع العامة والميادين لضمان عدم وجود مواقع لبرك المياه وأيضا نتائج للأمطار والسيول. أيضا الدفاع المديرية العامة للدفاع المدني التي أهابت حقيقة للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر بعدم المكوث في مجاري الأودية والسيول وعدم عبور الأودية الكبار خاصة المعروفة بالسيول المنقولة التي تشهدها المنطقة. اليوم أيضا الهلال الأحمر السعودي استعد بفرقة تامة حقيقة لمتابعة هذه الحالة المطرية منذ عدة أيام، متابعة حقيقة حثيثة من كافة الجهات ذات العلاقة وأيضا غرف العمليات التابعة لإمارة المنطقة لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير بشكل عام منذ عدة أيام وتستمر وفقا للمركز الوطني للأرصاد حتى يوم الأربعاء القادم بإذن الله.
إذن من مدينة أبها في منطقة عسير مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله العبيد، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. الهلال يحل ضيفا على مومباي سيتي الهندي، والاتحاد يواجه القوة الجوية العراقية ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام تنطلق اليوم في جدة، والذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي. مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض يعلن عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية. وزارة الخارجية تطلق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال إلكترونيا لتشمل باقي دول العالم. طلب التأشيرة مستثمر زائر تتم عبر المنصة الموحدة للتأشيرات بخطوات إلكترونية ميسرة. المركز الوطني للأرصاد ينبه من استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد على منطقتي الرياض ومكة المكرمة. وإلى أخبار المناطق، حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار المخدرات بالمنطقة الدكتور سطام جدة. واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن المؤتمر الأول للتوعية بأضرار المخدرات الذي ستقام فعالياته بالمنطقة خلال الفترة القادمة. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على برنامج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2024 المزمع عقده في الرياض خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من فبراير من عام 2024. جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بقصر الحكم الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة الدكتورة آمال الهزاع وعددا من مسؤولي المؤسسة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن. واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن منافسات النسخة الثالثة من كأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2023 التي تقام فعاليتها حاليا على أرض ميدان تبوك للهجن. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه رئيس مجلس إدارة جمعية تأثيث المهندس شاكر العتيبي بمناسبة تأسيسها وانطلاق أعمالها في المنطقة. وثمن سموه جهود الجمعيات المتخصصة التي تقدم خدماتها في مختلف المجالات. كأحد المهرجانات الزراعية الموسمية بالمنطقة، زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مهرجان ثمرات الشيحية واطلع على حجم الإنتاج من العارضين والمزارعين. المزيد في التقرير التالي. مساحات زراعية شاسعة تنتج أطنانا من مختلف أنواع وأصناف المنتجات الزراعية تعرض وتسوق في مهرجان ثمرات الشيحية. أمير منطقة القصيم زار معرض تسويق المنتجات الزراعية واطلع على حجم الإنتاج والكميات المعروضة فيها. أكد سموه أن المهرجان أسهم في تسويق المنتجات الموسمية المتنوعة في المنطقة وإيجاد فرص عمل للأهالي، كما مكن أبناء الوطن من المناطق المجاورة لعرض منتجاتهم. المهرجانات هي قناة تسويقية لمنتجات للمنطقة، ومنطقة القصيم هي داعم رئيسي في إمدادات وسلاسة الإمداد الغذائي على مستوى المملكة، إن قلت التمور، إن قلت الخضار، الفواكه. فهذه ثمرات القصيم في يوم نسخته الأولى يجمع كل أنواع الفواكه اللي تنتج بالقصيم وتسوق. ويشهد
المهرجان مشاركة فاعلة من المزارعين لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية. طبعا عندنا الأرز بإنتاجه بالماكينة اللي تفرز الرز، طبعا عندنا الفول السوداني وخرجنا منه زبدة الفول السوداني، طبعا عندنا الشاي الأصفر بنكهة الليمون، زرعنا السمسم، زرعنا الحمص. الحمد لله يعني منتجات المزرعة من أصناف التين الطازج، من الصناعات التحويلية اللي هو مربى ومربى التين والتين المجفف، وعندنا أصناف الفراولة ومربى الفراولة. لأخبار السعودية علي العطينان، مركز الشحية. هذا ورعى سمو أمير منطقة القصيم فعاليات الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية تحت شعار تكاتف والمقام بمدينة بريدة، والذي يسلط الضوء على استدامة المدن وتنميتها الحضرية. من مقر الملتقى ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل علي العطينان. مساء الخير علي. إذن فعاليات الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية وذلك تحت شعار التكاتف وأيضا في يومه الثاني، أطلعنا على أبرز ما يقدم هذا الملتقى من فعاليات. مساء الخير أحمد. صحيح، نتواجد في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة اللي احتضن على مدى يومين ملتقى المشاركة المجتمعية تكاتف، اللي طبعا تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة المختصين وأيضا المهتمين والخبراء في مجال التنمية المستدامة، التطوير الحضري للمدن والمناطق بشكل عام. مشاركة فاعلة ل 17 أمانة في المملكة، العديد من الاطروحات اللي قدمت في هذا الملتقى خلصت الى عدد من التوصيات للتنميه المستدامه، ايضا يعني تحقيق معايير جوده الحياه من خلال العديد من المستهدفات. احمد والمتابع الكريم، عن هذا الملتقى وعن ختام الملتقى وابرز ما توصل اليه المشاركين. طبعا هذا الملتقى اللي شرفه سمو امير منطقه القصيم الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل. كان في العديد من أوراق العمل اللي نوقشت وطرحت عن يعني هذا الملتقى وما يعني توصل إليه المشاركين. بكل تأكيد أرحب بي الأستاذ أحمد عسيري مدير عام المشاركة المجتمعية والقطاع الثالث بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليطلعنا على تفاصيل هذا الملتقى. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني اليوم هذا الملتقى في النسخة الثانية، يعني عنوان تكاتف، لو طلعت المشاهد أكثر على ما وصلت إليه في ختام هذا الملتقى. أولا أشكركم قناة السعودية على استضافتكم الدائمة لمثل هذه اللقاءات وحرصكم على نقل جهود المشاركة المجتمعية والقطاع الثالث في الوزارة دوما. اليوم احنا في ملتقى تكاتف خلال يومين الماضية أطلقنا هذه الفكرة وهذه الملتقى أن يكون ملتقى سنوي يجتمع فيه كل أمانات المناطق. هدفهم الأساسي زي ما انت شايف أولا الاندماج وتبادل الخبرات بين الأمانات. في هذه السنة ركزنا في هذه النسخة على كيف يمكن أن يصاغ نموذج التكاتف من خلال الحدائق الحضرية. التكاتف نقصد فيه قطاع أول اللي هو القطاع الحكومي، والقطاع الثاني اللي هو القطاع الخاص، والقطاع الثالث اللي هو القطاع الغير ربحي. هذا هو ما رسمته رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد الملهم فيما يتعلق بكيف يمكن أن يكون له هذا الأمر دور في رفع الناتج المحلي. تركيزنا على الحدائق في هذه السنة، حرصنا أن يكون حدائق مؤنسنة قريبة من الإنسان، قريبة من احتياجات المجتمع، قريبة من مجلس الحي، قريبة من احتياجات الفئات المختلفة في هذا المشروع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن، الأسر المنتجة وهكذا. جميل. طب خليني أسألك، اليوم المرحلة الجاية بعد هذا الملتقى إيش راح تكون؟ إيش الخطوات اللي راح تعملون عليها في الوزارة؟ المرحلة الجاية حسب التوصيات، اليوم احنا تم التوصيات أن يكون النموذج المعمول فيه اليوم في منطقة القصيم وأطلقنا ثلاثة حدائق أن نبدأ التنفيذ لها وتعميمها على 17 أمانة بحيث يكون هذا النموذج. وزي ما ذكر اليوم سمو أمير منطقة القصيم الدكتور الأمير اللي حقيقة أثرى كثير من هذا اللقاء،
قال نحن نطمح إلى حدائق ذكية نتحول فيها إلى حدائق قريبة من الإنسان وذكية. شكرا لكم الله يعطيكم العافية. شكرا. إذن أحمد والمتابع الكريم، يعني هذه وقفة سريعة على ختام هذا الملتقى اللي بكل تأكيد تضمن العديد من التوصيات ستنعكس إيجابا على التنمية الحضرية وأيضا التنمية المستدامة في المدن وأيضا في المرافق العامة. طبعا الختام اليوم تضمن توقيع عدد من الاتفاقيات شهدها سمو أمير منطقة القصيم بحضور معالي الوزير، تضمنت تعزيز الجوانب المجتمعية والمشاركة المجتمعية للقطاع الثالث. كل الدعوات لهم بالتوفيق. أعود بالكلمة لك أحمد. إذن مراسل أخبار السعودية الزميل علي العطينان، شكرا جزيلا لك وأيضا شكرا لضيفك الكريم. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمطار حائل مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي. من هناك ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية الزميل عبد العزيز الغرير ليطلعنا على تفاصيل هذا المشروع وتدشينه من قبل أمير المنطقة. مساء الخير عبد العزيز. إذن تدشين خدمة الإسعاف الطائر في منطقة حائل، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذا الإطلاق وأيضا ما هي أبرز الخدمات التي يقدمها لتعزيز عمل هيئة الهلال الأحمر الإسعافية. جميل أحمد، أمسي عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام مشاهدي نشرة أخبار السعودية. أحمد، تواجدنا الآن في مطار حائل ومن خلفي مثل ما ترى طائرة الإسعاف الجوي نايلات التي أطلق عليها صاحب السمو الملكي هذا الاسم. طبعا من بعد التدشين دشنها اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل ما يقارب الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم انطلقت وتم تدشينها. لا شك لخدمة المنطقة، منطقة حائل مثل ما تعرف منطقة كبيرة وتحتوي العديد من المحافظات والقرى وبعض المحافظات التي تصل مسافتها إلى ما يقارب 300 كيلومتر. لا شك مثل المشروع حيوي وهو من الركائز لا شك الأساسية لتحسين جودة الحياة ورؤية أيضا من رؤية سمو ولي العهد يحفظه الله لتحسين جودة الحياة للمواطنين. المزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة التي أطلقت في منطقة حائل الإسعاف الجوي، يسعدني أن ينضم معي الأستاذ عبد الرحمن الحياة وهو مدير عام فرع الهيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل. أمسي عليك بالخير أستاذ عبد الرحمن ونرحب بك معنا في نشرة أخبار السعودية. بداية نتحدث عن هذه الخدمة التي أطلقت في منطقة حائل عن الإسعاف الجوي وأهميتها. لا شك أهمية الإسعاف الجوي في تقليل زمن الاستجابة وهذا ما نسعى له، سرعة الانتقال إلى البلاغ وكذلك تقليل زمن الرحلة الإسعافية اللي من تلقي البلاغ حتى تسليم المريض أو المصاب إلى المستشفى. فالإسعاف الجوي بإذن الله سوف يحدث نقلة نوعية في زمن الاستجابة وتغطية المواقع اللي ما يتوفر فيها مراكز إسعافية وكذلك دعم الإسعاف الأرضي بإذن الله. جميل جميل. أيضا الرمزية لإطلاق المسمى لهذه الطائرة والتي أطلق عليها سمو أمير منطقة حائل نايلات، بدي نطلع المشاهدين الكرام حول هذا المسمى وما يعني. مسمى نايلات طبعا أحد المتنزهات البرية الطبيعية الجميلة شمال غرب منطقة حائل، تقريبا 80 كيلو عن منطقة حائل، حيث تحظى منطقة حائل والله الحمد بميز نسبية كبيرة ومنها يعني المناظر الخلابة. نايلات أحد الأماكن المحببة لزوار المنطقة والأهالي المنطقة، أيضا يشير إلى تقديم الخدمة الإسعافية في مناطق نائية أو بعيدة مثل نايلات وغيرها من المتنزهات في مختلف أرجاء منطقة حائل. طيب الطائرة، ماذا تحتوي الطائرة وعن التجهيزات التي جهزت بها لخدمة المرضى أو نقل المصابين لا سامح الله؟ طبعا الطائرة من الطراز الكبير وتأتى سعتها عدد 2 سرير، يعني تقل مصابين أو مريضين. تجهيزات الطبية اللي بها تجهيز عالي وأشبه ما يكون بالعناية المركزة المصغرة،
واسمح لي يشاركنا زميلي أخصائي إسعاف جوي محمد الفويضل يعطيكم فكرة عن بعض التجهيزات الموجودة في الطائرة. جميل جميل، يعطيك العافية، نرحب بك معنا في نشرة أخبار السعودية. أحمد زميلي إذا سمحت لي بس نبي ننتقل إلى موقع الطائرة، زميل عبد العزيز ننتقل بس نصير قريبين من الطائرة لشرح ما تحتوي هذه الطائرة ومن تجهيزات فنية. اشرح لنا أخصائي محمد عن الطائرة وما تحتويها من تجهيزات يعني فنية وطبية. حياك الله، مسي عليك وعلى المشاهدين. طبعا الطيارة تعتبر العناية مركزة والطائرة مصغرة زي ما ذكر الأستاذ عبد الرحمن. الطائرة مجهزة بسريرين تقدر تنقل مريضين من مستشفيات الطرفية إلى المستشفى المركزي في المنطقة. طبعا الطائرة كما تشاهد طال عمرك موجود يتواجد بها الجهاز التنفس الاصطناعي الحديث وجهاز تخطيط وصدمات القلب من أحدث الأجهزة والأجهزة الدعم الأوردة، وأيضا الأكسجين المتواجد في الطائرة ممكن يقارب المدى إلى أكثر من 3 ساعات. طبعا الطائرة مجهزة تنقل زي ما قلت المرضى من جميع المناطق الطرفية إلى المنطقة، وأيضا مباشرة الحالات مع الهلال الأحمر في الإسعاف الأرضي. جميل، بس بسألك سؤال قبل ختم معك عن الرحلات الاستطلاعية السابقة اللي الآن دشنت رسميا وهي الآن جاهزة لاستقبال أي بلاغ. الرحلات الاستطلاعية هل عملتم رحلات استطلاعية وفرضية لنقل المصابين وسرعة الاستجابة للبلاغ والوصول إلى مهابط؟ الكباتن الزملاء الأعزاء كانوا متواجدين هنا من فترة، سووا الرحلات الاستطلاعية على المنطقة كجويا، والرحلات طول العمر للمستشفيات تم عملها، والمهابط زرناها والمستشفيات، وبإذن الله فيه فرضيات جاهزة إن شاء الله بحول الله، فرضيات قادمة مع الهلال الأحمر للكشف أو متابعة الجاهزية مع وزارة الصحة وجميع الخدمات المتواجدة مساعدة الإسعاف الجوي. الله يطول عمرك، الله يخليك، شكرا. شكرا لك، يعطيك العافية محمد الأخصائي محمد. إذا زميلي أحمد مثل ما شاهدت يعني كان هذا حديث الأستاذ عبد الرحمن الحياة وأيضا الأخصائي محمد الفويضل حول تدشين هذه الخدمة، خدمة الإسعاف الجوي، وهي مثل ما ذكروا يعني مجهزة بتجهيزات عالية لاستقبال البلاغات وخدمة ونقل المرضى المصابين، وحين حدوث الإصابات لا سامح الله نسأل السلامة لجميع المواطنين في منطقة حائل. وأيضا أحمد إن سمحت لي أن أعقب، يعني اليوم نعيش ما شاء الله تدشين هذا خدمة الإسعاف الجوي وأيضا أمطار خير وبركة على منطقة حائل والتي لها ما يقارب الأسبوع وهي تهطل على منطقة حائل، نسأل الله أن يجعلها أمطار خير ورحمة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد بإذن الله تعالى. أحمد كان هذا كل ما لدي من منطقة حائل، إليك الصوت والصورة. بإذن الله أن يعم خيرها ونفعها جميع أرجاء الوطن. مراسل أخبار السعودية من مدينة حائل الزميل عبد العزيز الغرير، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفيك الكريمين. رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة حفل افتتاح المبنى الرئيس للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية، وهنأ سموه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بمناسبة حصول مدينة ينبع الصناعية على المركز الأول في جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي عن فرع المدينة الخضراء الصديقة للبيئة 2023، كما دشن سموه 4 مشاريع استثمارية ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بينبع الصناعية، وشهد سمو أمير منطقة المدينة المنورة توقيع 4 اتفاقيات تعاون ثنائية بين الهيئة الملكية بينبع، وأيضا زار معرض رواد الأعمال. كما دشن سمو أمير منطقة المدينة المنورة مركز تمكن الشامل للتوحد بمحافظة ينبع بهدف تقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة لذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي لشركة إسمنت الجوف الذي تضمن تفصيلا عن أبرز ما قدمته الشركة من أعمال. جاء ذلك خلال لقاء سموه رئيس مجلس إدارة إسمنت الجوف المهندس عبد الله الغبين.
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض على مؤشرات زمن الاستجابة والأوقات خلال الرحلة الإسعافية لفريق الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر غرفة القيادة والتحكم بفرع الهيئة بالرياض. أعلنت النيابة العامة عن السجن بحق عصابة إجرامية مكونة من 5 مواطنين يمتهنون السرقات لقيامهم بالدخول إلى عدة مشاريع إنشائية وقطع كيابل الكهرباء وسرقتها وسرقة معدات صناعية وإعداد أماكن خارج البنيان لتخزين المسروقات. وتم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن تصل بعضها إلى 25 سنة. تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة. وشدد آل الشيخ على أهمية مراقبة المساجد وصيانتها والتأكد من قيام شركات الصيانة والنظافة بالدور المناط بها وتفعيل البرامج الدعوية والإرشادية. تجاوز مجموع التبرعات في اليوم الخامس من الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة ساهم أكثر من 353 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين للحملة أكثر من 500,000 متبرع. للوقوف مع الشعب الفلسطيني واستمراراً للدعم الإنساني والتنموي السعودي المتواصل، يواصل السعوديون سخاءهم في الحملة الشعبية لإغاثة الأشقاء في فلسطين عبر منصة ساهم بتبرعات تجاوزت 300 مليون ريال. حملة شعبية مباركة تعد امتداداً لمواقف السعودية الثابتة منذ 8 عقود لدعم القضية الفلسطينية مالياً وسياسياً وإنسانياً، وتعكس اهتمامها البالغ بالوضع الإنساني ولرفع المعاناة عن المدنيين وبذل كل ما من شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يعانيها سكان غزة. على مدار عقود ساهمت وقفات المملكة سياسيا وماليا في دعم الفلسطينيين والقضية العادلة، حيث تعد أكبر داعم بمساعدات بلغت 5 مليارات دولار خلال 3 عقود لنصرة الحق الفلسطيني ورفع المعاناة وتضميد الجراح وإعمار الأرض في جميع الأزمات والمحن التي مروا بها خلال كامل المنعطفات والتحديات الماضية، لنيل حقوقهم المشروعة في حياة كريمة ولتحقيق الآمال والطموحات والسلام الدائم. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدف القصف على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء. كما تعرضت مناطق في القطاع للقصف، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء. هذا وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9770 قتيلا وأكثر من 24,000 مصاب. من جهة أخرى، أكدت الصحة الفلسطينية أن وضع القطاع الصحي في قطاع غزة كارثي.
شاركت المملكة في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، والذي بدأت فعاليته في القاهرة بمشاركة 350 شركة من 50 دولة. نتابع. بمشاركة المملكة بدأت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا الذي يقام من 5 إلى 8 نوفمبر. وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر شارك في الافتتاح وألقى كلمة استعرض فيها رؤية المملكة واستراتيجياتها الطموحة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية بهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية وتقليل الانبعاثات الكربونية ومراعاة البيئة في أنشطة القطاع. حرصنا حقيقة على المشاركة في هذا المؤتمر تأكيدا على مستوى العلاقة الراسخة بين البلدين والتعاون، وأيضا لعرض تجربة المملكة في استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد وما تحقق من إنجازات كبيرة. كما استعرض الوزير النقلات النوعية التي تشهدها المملكة في البنية التحتية وفي الخدمات وتبني التقنيات الحديثة. المملكة استعرضت تجربتها في يعني مجالات النقل والخدمات اللوجستية عموما وتوظيف التقنيات الحديثة ومستقبل النقل ويعني توظيف مختلف التقنيات وأيضا مراعاة البيئة. المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا يشارك فيه هذا العام 350 شركة عارضة من 50 دولة. وفي أخبارنا الرياضية، حيث تنطلق اليوم الاثنين عند 7 مساء التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 في المنطقة التاريخية بجدة. وستنطلق منافسات البطولة في 12 ديسمبر بمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي، ومن المقرر أن تستمر البطولة لمدة 10 أيام على أن تكون المباراة النهائية في نفس الملعب يوم 22 ديسمبر. وسيشهد ملعب الجوهرة المشعة وملعب الأمير عبدالله الفيصل مباريات المونديال. انطلقت اليوم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث يحل فريق الهلال بعد قليل ضيفا على نظيره مومباي سيتي الهندي، إذ يحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن ناف باخور الوصيف، فيما يواجه فريق الاتحاد نظيره القوة الجوية العراقي على ملعب فرانسوا حريري، ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام لمدة 3 أيام. مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض يعلن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة. وبأحكام تصل ل 25 عاما، النيابة العامة توقف تشكيلا عصابيا من 5 أشخاص امتهنوا السرقة. والمركز الوطني للأرصاد ينبه باستمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة، والدفاع المدني يدعو لاتباع التعليمات حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.